أعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شارع العرب. النهاردة هنفتح ملف جديد من ملفاتنا في برنامج شارع العرب، وهو ملف الاكتئاب. ملف الاكتئاب بيهم كل أسرة مصرية، ويعتبر الاكتئاب من الاضطرابات النفسية التي يعاني منها أغلبية الأفراد في الأسر المصرية. وعلى الصعيد العالمي هناك أكثر من 300 مليون مريض بالاكتئاب. لذا النهاردة اليوم هنفتح ملف الاكتئاب وأسبابه، وهل هو يصيب الفرد، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الاكتئاب داخل الأسرة المصرية أو داخل الفرد. ويسعدنا ويشرفنا يكون معانا اليوم الدكتور إبراهيم شوقي، أستاذ علم النفس جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا فندم معانا. أهلا وسهلا، أهلا بيك. ويسعدنا ويشرفنا معانا الأستاذة رباب الشورى، عضو مجلس أمناء مؤسسة كلمة وطن. أهلا بحضرتك يا فندم معانا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور إبراهيم، إيه هو الاكتئاب؟ الاكتئاب هو مرض نفسي جسدي، بيبقى نتيجة تفاعل عوامل نفسية واجتماعية وعضوية بيصاحبه بقى أو بيؤدي إلى فقد الهمة وفقد العزيمة وضعف الإرادة وحزن وميل للبكاء وفقدان للشهية وأرق ومشاكل جسدية ملهاش مبرر عضوي. يعني بحيث إن احنا بنلاقي مريض الاكتئاب بيفقد الاهتمام بحياته الشخصية وحياته الاجتماعية، إن كان طالب بيأثر في دراسته، إن كان موظف بيأثر في مجال شغله، إن كان متزوج يعني ما بيقومش بواجباته الاجتماعية. تمام. أستاذ رباب، أسلوب التربية داخل البيوت هل بيؤدي إلى الاكتئاب؟ في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي أو الوقت السابق؟ لا، يعني خلينا نقول في الوقت الحالي وارد إن بعض الأسر طريقتها في التربية والعناية بأولادهم ممكن يؤدي الاكتئاب. يعني أعتقد أن احنا مفترض نعمل حملات توعية للأسرة المصرية وكيفية التعامل مع أولادهم على مختلف بقى الأعمار. يعني تمام. الاكتئاب يا دكتور ليه أنواع؟ طبعا في اكتئاب يعني بيصاحب الحمل والولاده، وفي اكتئاب موسمي بيصاحب تغير الفصول صيف وشتاء وخريف، وفي اكتئاب بيختلف باختلاف درجاته. يعني بيبقى اكتئاب بسيط او اكتئاب متوسط او اكتئاب شديد، في اكتئاب حاد بيظهر مره واحده، وفي اكتئاب مزمن بيصاحب المريض فتره طويله. المهم ان هو مش اي حزن نعتبره اكتئاب. لما بيكون حزن شديد او بسيط، المهم ان هو يستمر فتره اسبوعين على الاقل. يعني انت توصف من حضرتك الاكتئاب متدرج. اي حزن بالظبط متدرج في الشده واسبابه مختلفه ومتنوعه، وانواعه هنا يبقى اما بتختلف باختلاف اسبابه او باختلاف مدته او باختلاف شدته. هي دي الفكره. ففي اكتئاب يبقى بسيط، وفي اكتئاب متوسط، وفي اكتئاب شديد. طبعا وكل مرحلة من المراحل بيبقى ليها طرق علاج. طبعا طبعا. طب أستاذ رباب، بما ان حضرتك احد مؤسسي يعني مؤسسات المجتمع المدني، ايه دور المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة زي دي؟ يعني الحقيقة انت بتتكلم في موضوع مهم جدا. خليني اتكلم عن المؤسسة اللي انا فيها. احنا دايما بنعمل حملات توعية وندوات، دايما بنختار الموضوع اللي على الساحة. يعني احنا دلوقتي بنعاني من مشكلة الاكتئاب اللي بقت موجودة والكل بيتكلم عليها، فبنعمل حملة لتوعية الأسرة المصرية والشباب. بنستعين بعلماء الأزهر ورجال الدين، وبنستعين بالدكاترة المختصين، ونبدأ نعمل تجمعات للأهالي علشان نتكلم في الموضوع ده ونسلط الضوء على إن لو في عندنا
ولد عنده بداية اكتئاب، بنت عندها بداية اكتئاب واحنا مش واخدين بالنا، فيبقى الدكاترة المختصين ورجال الدين بينصحونا ايه المؤشرات للكلام ده. يعني الدكتور بيقول لنا في مؤشرات بتقول ان ابنك داخل على اكتئاب، فبيبقى لازم توعية للأب والأم، خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم، تابعوا ولادكم كويس. ولو لقينا ان عندنا حد بادئ في الموضوع، دايما الوقايه في البدايه اسهل بكتير. فبيبقى الدكتور بينصحنا ازاي نعرف اصلا ان احنا عندنا حاله اكتئاب في البيت، وبعد كده بيبقى رجال الدين بيقولوا لنا نتعامل ازاي بقى. خلاص وجد عندنا حاله من الاكتئاب، بنشوف رأي الدين فيها نتعامل ازاي معاها، وكمان رأي الطب النفسي بالظبط كده. فطبعا احنا من الناس، يعني احنا كنا عاملين يعني قريب جدا ندوة كبيرة عن الاكتئاب والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه الحقيقة. ويمكن هنقعد نتكلم في الموضوع ده لانه موضوع مهم جدا، مش هنكتفي بندوة واحدة، لا، الحقيقة احنا هنعمل حوالي 4 أو 5 ندوات في اكتر من مكان عشان يستفاد الاهالي. يعني كمان احنا بدأنا نعمل حاجة جديدة، ان احنا ننزل للناس في اماكنهم، ننزل عمل ميداني بقى، اللي هو ما بناخدش قاعة ونتكلم ونجيب الدكاترة ورجال الدين، لا، احنا بناخد الدكاترة ورجال الدين وننزل بيهم في الاماكن للناس. للناس اكيد بالظبط كده. اعتقد ان في يعني مراكز الشباب، في الانديه، وفي الشوارع كمان. مش هقول لك يعني في اماكن، لا، ده احنا في الشوارع كمان بنبدا نجمع الناس ونتكلم معاهم ونقول لهم خدوا بالكم، لان احنا الموضوع ده مهم جدا. يعني في الوقت الحالي لو اتساب هتبقى مشكله اكبر، فيعني اعتقد ان احنا هتبقى ازمه. فاحنا لو الموضوع لسه في بدايته، اعتقد ان تسليط الضوء على المشكله دي هيفيدنا كتير في ان احنا نتلافى مشكلة اكبر من كده. تمام. دكتور ابراهيم، امتى اعرف ان انا عندي مريض اكتئاب في بيتي؟ يعني في هالمؤشرات ان مثلا الام او الاب او الاسرة تكتشف ان مثلا ابنها ده بيعاني من حالة نفسية معينة، لا هنا ستوب، لازم اوديه للدكتور؟ هو الحقيقة يعني ده سؤال مهم جدا. ان هي الاكتئاب ما بيظهرش مرة واحدة، لكن هي بتظهر اعراضه بالتدريج. اولها يبقى يمل العزله، تمام، ان هو يحب يقعد لوحده، وتاني حاجه ان يبقى في عنده قلق وتوتر، وكمان ان يبدا يبقى مشاعره تجاه ذاته تبقى مشاعر سلبيه. يعني انه يلوم نفسه، مش راضي عن نفسه، شايف انه يعني دايما شايف ان عنده مشكله، مش واثق في نفسه، ناقد للغير باستمرار، مش عاجبه اي حاجه، يبدا يندمج اكتر مع لعبه الالعاب الالكترونيه بالذات، ان هو بقى قاعد لوحده. طب قاعد لوحده بيعمل ايه؟ فيبدا يتخلى عن اهتماماته، ما يروحش بقى النادي، ما يروحش الجيم، ما يتفرجش على تلفزيون، ما الى اخره، وتلاقيه يقعد في اوضته ويلعب. والاهل يقولوا ادينا يعني مرتاحين ومطمنين ان هو يعني جوه البيت وزي الفل، اننا هادي وهادي. هو بيعمل ايه ده جوه؟ ده بيلعب. الهدوء ممكن يكون مرتبط بالاكتئاب بالظبط. فهو ميل العزله، والانشطه بتاعته بتقل، تمام، يعني تبقى علاقاته واصدقائه والتواصل معاهم بيقل، ويبدا يبقى في بطء بقى في اللي في يعني اهتماماته تقل، واستجابته تبقى رد يعني او رد فعله تجاه المواقف يبقى في بطء. طب وفي الحاله اللي زي ديت مثلا، لو حتى مثلا مش الهدوء بس، يعني في طفل بيبقى عصبي، بيبقى هايبر زياده عن اللزوم، ده ممكن يكون بيعاني برضك من حاله نفسيه او محتاج برضك ان احنا نعرضه على دكتور؟ طبعا. ما هو اذا كان في اندفاعيه او قلق زياده او حاله من من التهور في الفعل، ده طبعا محتاج برضو ايه، عنايه ورعايه. ما نسيبوش كده، تمام. لكن يعني هو المهم ان احنا ان لما نلاقي ان الولد اهتماماته بتقل وحياته كلها اقتصرت على مذاكرته وعلى لعبه، مذاكرته ولعبه، لازم الاسره تنتبه. لما يبدا بقى يشتكي مثلا من اعراض جسميه ملهاش سبب عضوي، صداع كتير، غثيان كتير الى اخره، فدي من ضمن اعراض الاكتئاب. لان الاكتئاب مش مرض نفسي بس، هو مرض نفسي عضوي. عضوي بمعنى ايه؟ ان من ضمن اعراض الاكتئاب
مشاكل بدنيه ملهاش سبب، يعني ملهاش سبب طبي، تمام. يعني يلف على دكاتره على اساس انه بيعاني من القلب او بيعاني من ضغط او بيعاني من كذا، والدكاتره يقولوا له مفيش، الضغط عالي بس ما عندكش اي حاجه، تمام. او في بيعاني من صداع ومفيش اي سبب للصداع. لما يبدا ياثر في واجباته الدراسيه، يجي يبدا مثلا يقولوا له تعالى معانا الفرح، او تعالى معانا حفله عيد ميلاد، او تعالى معانا كذا، ما يروحش، يقول لهم روحوا انتوا وانا قاعد هنا. يوصل بيهم الحال ان يقولوا له احنا رايحين نصيف، تعالى صيف معانا. فاذا راح يصيف، اذا وافق يعني، يروح واخد اللاب معاه او واخد الموبايل معاه على اساس انه ايه، ينفرد بنفسه هناك. تمام. يبقى اذا تفاعله مع الحياه صار محدود. هنا نبدا هنا نقول ده في كده اعراض اكتئابيه. كلما زادت الاعراض يدخل طبعا في حاله اكتئاب. اكيد طبعا اكيد. استاذ رباب، بما ان المجتمع المدني بيعالج تملي المشكلات اللي موجوده في المجتمع، هل التنمر يعتبر حاله اكتئاب بالنسبه للطفل؟ لا، هو اعتقد ان التنمر يؤدي الى الاكتئاب. يعني يؤدي للاكتئاب. يؤدي. طبعا. انا عايزه اقول لك، انا ليا قصه صغيره كده مع اتفضل. الاكتئاب. اتفضل. من فتره كانت ليا صديقه وتعرفت عليها جديد، ف يعني لما تعرفت اكتر اكتشفت ان عندها شاب جميل مكتئب. يعني هي قالت لي مكتئب، ويمكن الكلام ده كان من كام سنه، فانا ما كنتش فاهمه يعني ايه مكتئب يعني. فقالت لي لا، مكتئب معزول وما بيكلمناش، ما بياكلش معانا، ما بيقعدش معانا، ما بينزلش. فكان عندي فضول فظيع، طب يعني ده شاب يعني ازاي؟ فقلت لها طب انا عايزه اتكلم معاه. قالت لي هو رافض تماما ان حد يتكلم معاه. فبدات هو اوضته، البلكونه بقى، البلكونه بتاعت الاوضه بتاعته، دخلت البلكونه لان البلكونه كانت بتفتح على كذا اوضه يعني. دخلت الاوضه البلكونه وبدات اكلمه من ورا الشيش. تمام. واقول له انا جاي اقعد معاك، وانت ازاي وليه ويعني يوم واتنين واسبوع، كل يوم اروح اقعد معاه ساعه واتكلم معاه وهو ما بيردش عليا خالص. في نهايه الاسبوع وحسيت ان انا خلاص بقى يعني انا كده بضيع وقتي وانا مش عارفه اعمل حاجه، فقلت له على فكره انا مش هاجي تاني، ويعني كان نفسي ان انا اكون سبب في اني اخرجك من اللي انت فيه. واتكلمت معاه في مواضيع كتيره، وان كان انت لازم تبقى احسن من كده. وكنت طبعا عرفت من والدته ان هو من اوائل ثانويه عامه ومعاه لغات وحد جميل، فازاي ايه اللي وصلك لكده؟ تمام. عايزه اقول لك في نهايه الاسبوع وانا بقول له اني مش هاجي تاني، رد عليا وكلمني، ما كانش بيتكلم اصلا. فقلت له طب ما كويس يعني. فبدا يتكلم معايا يعني على مضض يعني، وبدات اجيله تاني يعني. حتى الرد البسيط اللي هو رده عليا خلاني اداني انا شخصيا حافز ان انا اجيله تاني. ويعني عايزه اقول لك بفضل الله فعلا، تقريبا في اقل من شهر الولد ده نزل اشتغل، بدأ يكمل تعليمه. تمام. يعني والدته وعيلته كانوا مش مصدقين، 5 سنين عزلة، 5 سنين، وساب شعره وساب دراسته وساب ساب الحياة، ودع الحياة كلها. فتجربة كانت جميلة. وأنا دايما مؤمنة إن مفيش حاجة اسمها مفيش مستحيل يعني. النهاردة أي حد عنده مشكلة نقدر نحلها، بس زي ما بقول دايما البداية خير من إن احنا نبدا يعني ناخد الموضوع متاخر. فعشان كده بقول لك دايما انا يعني بنصح كل الناس، خليكم قريبين من ولادكم. ولادنا دلوقتي شباب وصغيرين، التكنولوجيا واخداهم قوي، والنت والسوشيال ميديا وكل وسائل التواصل، انستجرام وكل الكلام ده، بس لازم نبقى متابعينهم، نعرف اصحابهم ونقرب منهم ونصاحبهم اكتر. ويعني دايما في مثل انجليزي بيقول ان الشيطان يبحث عن الايدي العاطله لكي تعمل. اكيد دايما الفراغ. افهم من كده ان دور الاسره مهم، ان هم يفتحوا حوار مع الطفل او مع الشاب، بحيث ان الموضوع ما يوصلش لدرجه مثلا الاكتئاب. لازم يبقى في حوار لازم ما بين الاسره لازم واولادها. لازم يكون في حوار. وحوار في حاجات كتيره يعني. انا حتى لازم اتحاور مع الولاد في اللي هم مهتمين بيه،
كل شيء بالظبط كده. اهتماماتهم، تفكيرهم، بيفكروا ازاي، لازم يعني جداً. طبعا لازم لازم علشان اقدر اوجههم كمان واقدر اساعدهم. دور الاسره مهم في توجيه الولاد للصح يعني. مش ابقى مكتفي ان ابني بيدرس ودايما كمان بنصح الاسر ان لازم يكون الولاد عندهم رياضه بيمارسوها. الرياضه دي حاجه مهمه جدا. وطول ما ولادنا عندهم أكيد. طاقه بتخرج في الرياضه مع الدراسه، فبنبقى الى حد ما يعني بمعونه ربنا ان احنا بنتقي بس ايه وقت الفراغ، لان الفراغ ده حاجه صعبه جدا. اللي عنده فراغ عنده وقت بقى فاضي يقدر يعمل حاجات غلط كتير، ويقدر ما عندوش حسن استخدام وقته، احنا فهتأدي المشكلة. عايزين يبقى في مشاركة. لو حد عنده سؤال للدكتور إبراهيم أو الأستاذة رباب من السادة المشاهدين، ممكن يعمل مداخلة معانا، واحنا نستقبل إن شاء الله أسئلتكم ونرد عليها. الدكتور معانا والأستاذة رباب معانا، وبإذن الله خير. طيب دكتور إبراهيم، احنا عندنا ندرة من المتدربين أو المتخصصين بالنسبة للطب النفسي أو علم النفس في المجتمع، يعني في المؤسسات، في الأندية، في المدارس، احنا عندنا ندرة في المتخصصين؟ هو طبعا في ندرة يعني لو خدنا عدد الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين ونسبتهم لعدد السكان، هنلاقي ان مفيش توازن. يعني معناه في فعلا نقص في الكوادر المتخصصة لأنها لا تتناسب مع عدد السكان. دي مشكلة. المشكلة التانية كمان إن مش كل الناس اللي عندها متاعب نفسية بتلجأ للمتخصصين. يعني تقريبا حالات الاكتئاب في تقدير البعض اللي بيلجأ لطلب الخدمة النفسية 10% منهم. يعني معناه في 90% ناس عندها مشاكل نفسية ومستعيبة انها تزور او تطلب الخدمه النفسيه. تمام. ومعظم اللي بيطلب الخدمه النفسيه معظمهم من السيدات والاناث. معنى كده ان الاناث يعتبروا ايه اكثر اقبالا واكثر طلبا على الخدمه علشان النفسيه، علشان هم مضغوطين جدا يا دكتور، او عشان مثقفين جدا. يعني انا شايفه برضو ان المراه ليها دور مهم جدا في الموضوع ده. فاحنا بنقول مش عيب ابدا ان حد تعبان نفسيا يطلب الخدمه النفسيه، مش عيب. لامتى هنقعد نقول عيب؟ لا ما يصحش، لا سمعه البنت، لا سمعه البيت، لا سمعه العيله، لا ده كده حاجه ازاي. طب ما بعد كده بنفاجئ بمشاكل كبيره. اكيد. احنا طيب معانا اتصال هاتفي. المدام جيهان من كفر الشيخ، اهلا بحضرتك معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سؤال حضرتك. لو سمحت، انا تعبانه، بحس ان انا عندي اكتئاب نفسي. طب انت بتحس عندك اكتئاب نفسي، حاسه بايه يعني؟ دايما بحس بضربات قلب، احيانا تبقى سريعه وادوخ. واروح للدكتور اكشف مثلا ويعمل لي رسم قلب، يقول لي ما فيش حاجه، انت كويسه ما فيش حاجه. انت حضرتك بتاخدي علاج؟ لا. طيب ماشي يا فندم. الدكتور ابراهيم هيرد على حضرتك دلوقتي. هي عندها اضطرابات في القلب سريعة، حاسة ان فيها عندها اكتئاب. ترد عليها حضرتك. هو طبعا ما يعني مش كل حزن يفسر باكتئاب، ولا كل مشاكل عضوية ملهاش سبب عضوي نفسرها على انها اكتئاب. تمام. فهي مهمة جدا انها تطلب الخدمة النفسية وبيتعمل لها تقييم نفسي على اساسه بنحدد سبب المشكلة اللي عندها ايه. تمام. لان ممكن يكون في قلق او مخاوف او يعني فوبيا او اكتئاب ورا الاعراض اللي العضويه اللي هي بتشتكي منها. ممكن تكون اعراض اخرى طبعا، يعني ممكن يكون حاله اخرى غير الاكتئاب. غير الاكتئاب طبعا. يعني اعراض يعني عضويه يعني اعراض نفسيه او مشاكل نفسيه تخلي الشخص يشعر بالايه بارتفاع الضغط او بالدوار بدون سبب عضوي. يعني بتقول ايه؟ بتقول انا عندي دقات قلب سريعه. تمام. وعندها دوار. وراحت قصدت الاطباء، والاطباء قالوا لها ما فيش سبب عضوي يفسر المشكلتين دول. أكيد. تروح فين هي بعد كده؟ تكشف نفسيه. لما تكشف نفسيه مش شرط ان يكون اكتئاب هو السبب. ممكن يكون حاله نفسيه اخرى.
تؤدي الى نفس الاعراض العضويه دي. يعني الاكتئاب يا دكتور مختلف عن النفسيه. الاكتئاب جزء او يعتبر احد الامراض النفسيه. احد الامراض النفسيه تمام. ولو اعراض عضويه تتشابه مع الاعراض العضويه المصاحبه للحالات النفسيه الاخرى. اكيد. يعني ما هو برضو ما اللي عنده خوف من اللي عنده خوف مثلا او حاله هلع طبيعي يشعر بنفس الاعراض. حاله خوف او فزع او قلق برضو عنده دوار وعنده ارتفاع في الضغط او عنده لاسباب مجهوله ما فيش سبب عضوي وراها، يبقى اذا اكشف نفسيا. اكيد. طب احنا معانا محمد من القاهره. ايوه الو، معاك محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والنبي لو تكرمت ممكن سؤال للدكتور. اتفضل الدكتور معاك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا يا دكتور. سيادتك طبعا في ناس متخصصه بالنسبه للطب النفسي والعلاج النفسي، ليه ما بنعملش توعيه برضو للشباب ودورات تثقيفيه؟ لان طبعا انت عارف الثقافه قلت عند الشباب بالاخص، ما فيش توعيه ليهم وما فيش مجال لهم ان حد يوعيهم الصح ويزود لدرجه الاكتئاب. ليه؟ واحنا النهارده استاذ محمد قاعدين عشان التوعيه ان شاء الله، وبنتكلم مع المتخصصين عشان ان شاء الله في توعيه وفي مراكز متخصصة بتوعي في الأندية ومراكز الشباب، وإحنا بنناقش القضية دي النهاردة، ده جزء من التوعية بإذن الله. خليك معايا حضرتك وإيه وتابع الحلقة. طب أستاذة رباب، هل إحنا في المدارس محتاجين مثلا مواد معينة أو محددة تعالج أو تتكلم عن الطب النفسي بس تبدأ من المرحلة الأساسية؟ يعني أنا شايفة أن في المرحلة الأساسية أو غيرها إحنا محتاجين بس نفعل دور الأخصائي الاجتماعي، ما يبقاش دوره مقتصر على الولد ده ضرب فلان ويعني عايزينه يتعمق أكتر من كده والأخصائي النفسي، لأن ده دور مهم جدا جوه المدرسة النهاردة ويبقى طيب حتى احنا في هنا يا دكتور معلش، الأخصائي النفسي أو أستاذ رباب هل مؤهلين؟ ما احنا خلينا معلش نتكلم، هل مؤهلين والله ان هم يتعاملوا؟ عشان كده بقول تفعيل دورهم، تفعيل دورهم يمكن ما فيش أي مشكلة إن احنا نزودهم بدورات تدريبية أكثر. يعني النهاردة يبقوا هم ملمين بالمشاكل، لأن لو كانت مشكلة الاكتئاب على مر العصور النهاردة غير واللي جاي غير، فلازم يبقى في وقفة نتعامل مع الموضوع بأكثر جدية من قبل كده. فأنا شايفة أن المدارس لازم يبقى فيها تفعيل لدور الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي جدا في المدارس، ويبقى في توعية في المدارس ومراكز الشباب، وفي توعية تانية مهمة جدا. يعني أنا بطلب من الدكتور إن يبقى في توعية بالطب النفسي أكتر من كده، لأن زي ما حضرتك بتقول وزي ما هي ثقافة في المجتمع المصري اللي بيبقى تعبان مش بس في الشباب بقى، ده احنا بنتكلم على الكبار، اللي بيبقى تعبان في الأسرة بيحس إن هي حاجة صعبة قوي إن أنا أروح لدكتور نفساني، دي حاجة يعني إيه يمكن فضيحة كمان. لازم يبقى في توعية بدور الدكتور النفسي، ودي حاجة طبيعية يا جماعة، احنا بنمر بضغوط وطبيعي ان احنا نتعب شوية فنروح للدكتور يقول لنا لا، يعني ممكن يساعدنا بحاجة بعلاج او باستشارة، لكن الفترة اللي فاتت انا شايفة ان مفيش توعية خالص من الدكاترة النفسيين. طيب واتمنى يبقى في دور. ناخد رباب من كفر الشيخ. استاذة رباب. استاذة رباب سؤالك معاكي حضرتك، اتفضلي. اول حاجه بس علي صوتك شويه بعد اذنك، ووطي التلفزيون عندي. ماشي. انا دكتور كنت نازعه عن الدنيا وما كنتش باكل ولا بشرب، وكنت منزله وكنت بحب اقعد لوحدي خالص، ما كنتش بحب اكلم حد، ما كنتش ببطل عياط، يعني كنت في حاله صعبه على وضع اعراض الاكتئاب. ماشي يا استاذه رباب، دكتور هيرد على حضرتك. هي بتقول لحضرتك هي قاعده يعني بقى لها فتره بتقعد لوحدها تملي، بتعيط، ما بتاكلش ولا تشرب، حاله هي حاسه بيها،
هل ده نوع من الاكتئاب ولا داخله في مرحله اكتئاب ولا ده شيء طبيعي؟ هو دي معلومات بتقولها مهمه جدا، هي تدخل ضمن اعراض الاكتئاب بس تمام. ما نقدرش نقول انها عندها اكتئاب. ليه؟ لانها قالت على ثلاث اعراض اللي هم فقدان الشهيه للطعام، وارد حالات الاكتئاب بتفقد الشهيه للطعام. الحاجه الثانيه ان بيبقى عندهم مشاكل الارق وقله النوم او ينام كتير. يعني بيبقى في اضطراب في الشهيه او في اضطراب في الاكل. وفي اضطرابات في النوم. اتكلمت عن اعراض تانية زي هي بتقول لك فقد الشهية طبعا، ما بتاكلش، بتقعد لوحدها بتعيط. طبعا طبعا الاكتئاب لما بيزيد ممكن المريض يمتنع عن الاكل تماما تماما، لدرجه ان يتركب له محاليل. اكيد اكيد. فهي مهم جدا انها تعتني بحالتها النفسيه وتطلب المساعده النفسيه وعلشان تطلع من الايه، من الاعراض ديت قبل ما الاعراض تتراكم وندخل في حاله اكتئاب ان شاء الله. يعني وارد ان حد فينا مثلا لاي ظرف، ظرف وفاة شخص عزيز، كلنا لازم بنزعل ونقعد لوحدينا ونبكي، وارد ما بنقولش ان ده مريض اكتئاب. لكن لما الحالة دي تستمر اكتر من اسبوعين ويزيد عليها اعراض اكتر من كده، يبقى احنا كده الشخص ده بيقرب على حالة اكتئاب. حالة اكتئاب. نتمنى انها ما تحصلش. اعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود اليكم لاستكمال حديثنا عن ملف الاكتئاب، فابقوا معنا. عدنا إليكم أعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب لاستكمال حديثنا عن ملف الاكتئاب. طيب دكتور إبراهيم، الاكتئاب هل ممكن يوصلنا للانتحار؟ هل درجات الاكتئاب، أنت حضرتك بتقول إن الاكتئاب بيبدأ متدرج تمام، هل درجاته العليا أو مثلا الدرجة الأعلى بالنسبة له هل ممكن يوصلنا للانتحار؟ طبعا. يعني الاكتئاب لما بنهمله تكلفته رهيبة جدا، يعني ممكن يوصل الشخص للانتحار، وممكن مع شخص تاني يوصله للإدمان، إدمان المخدرات يعني برضو بيبقى بعض حالات الإدمان وراها اكتئاب. ممكن نتيجة الاكتئاب فشل في الحياة الزوجية، فشل في الحياة المهنية، فشل في حياته الدراسية والجامعية، أقصى فعلا الانتحار، انه يفقد حياته. ليه؟ لان من ضمن اعراض الاكتئاب انه يفقد الامل. يقول لك حياتي ملهاش لازمه. اكيد. حياتي ملهاش معنى. انا ماليش لازمه. انا فايدتي ايه؟ انا ما عملتش حاجه تستاهل ان انا اعيش. مفيش حاجه حلوه اعيش علشانها. صعب جدا ان انا اكمل حياتي بالشكل ده. فالافكار ديت كلها افكار بتخليه يفكر في الانتحار. يفكر لغايه ما ياخد قرار. ولما بياخد القرار بيستريح تماما. والاهل ممكن ينخدعوا، يقولوا ده الولد بقى كويس. فجاه يلاقوا عامل الايه، عامله الانتحار دي. ليه؟ لان هو ايه اللي خلاه يبدو انه مرتاح نفسيا؟ ان هو وصل لقرار. يبدو لينا ان في تحسن، لكن في الحقيقه لا. هو في نقطه مهمه جدا، ان من ضمن اعراض الاكتئاب في مشاكل نفسية، الحزن والضيق إلى آخره والبكاء، وليه مشاكل حركية كمان. إن من ضمن أعراض الاكتئاب إن الشخص حركته تقل. أكيد. حركته تقل، يبقى بطيء في الحركة. ضغطه يبقى بطيء، ونبضه يبقى بطيء، ومشيته تبقى بطيئة، ويهمل لبسه، ويهمل حلاقة دقنه، أو يهمل أو لو واحدة سيدة تفقد الاهتمام ببيتها. يبقى في ضعف في الايه، في الايقاع الحركي، ايقاع الحركي يبقى بطيء. والحاله النفسيه تبقى ايه، متفاقمه ومتزايده. لما بيحصل تحسن، التحسن بيحصل في ايه الاول؟ في الناحيه الحركيه، لان دي سهله. فيحصل تحسن في النشاط الحركي، لكن الحاله النفسيه سيئه. فده بيخليه يقدم على في بعض الحالات الانتحار. وده طبعا شيء مؤسف جدا. ومن هنا يبقى المهم جدا ان الاسره تنتبه
وتخلي بالها وتساعد الشخص دوت بكافة السبل. يعني احنا كمان لينا بيبقى لينا توصيات ان ازاي انا اساعد نفسي، انا حالة اكتئاب ازاي اساعد نفسي. مهم جدا ان هو يبقى في اساليب ذاتية وفي مساعدة تبقى من الاسرة وفي مساعدة من المتخصصين وفي يبقى في دور لكل المؤسسات يعني. طيب معنا اتصال هاتفي من الاستاذ الكاتب الصحفي محمد الديب. الاتصال قطع يا جماعة. طب نعود الاتصال ونرجع لكم تاني. طب أستاذ رباب، المؤسسات المدنية هل لديها خطة مثلا ان هي تناقش الموضوع دوت على مستوى اوسع، خاصة ان احنا بنعاني الفترة ديت من حجم كبير من اعداد المكتئبين؟ هو طبعا هي مش ازمة، احنا ما وصلناش لموضوع الازمة، احنا ما زلنا الحمد لله أعداد بسيطة جدا، وأعداد بالنسبة للأعداد الدولية إحنا يعني الحمد لله ما عندناش مرحلة كبيرة في الاكتئاب أو الانتحار كما بتسيرها بعض مواقع السوشيال ميديا. لكن إحنا بنقول إن إحنا عشان نقدر يعني نعرف مثلا المجتمعات المدنية هل ممكن إن هي لديها خطة مثلا بتخش مثلا تخش الأندية، تخش المدارس، تتكلم مع المسؤولين بحيث ان الظاهرة دي نحاول ان احنا نقفل عليها شوية؟ شوف طبعا اكيد في خطة، لان الموضوع زي ما انت بتقول هو مش ظاهرة، لكن وده الحمد لله، لان شعب مصر برضو شعب مختلف تماما عن كل شعوب العالم، شعب طيب، شعب متدين بالفطره، شعب قريب من ربنا، ما عندوش استعداد ان هو يوصل لمرحله الانتحار، وهو عارف يعني ايه انتحار في الاسلام، وعارف او في كل الاديان السماويه الانتحار دي حاجه يعني كلنا عارفين ان يعني ما بيبقاش ربنا راضي عننا فيها، فمحدش بيقرب منها. لكن لو كان في بعض الحالات اللي ظهرت وان هي غريبه علينا وغريبه على ثقافه المجتمع المصري، فطبعا المؤسسات كلها دلوقتي بتبقى وضعت خطه لوجود مكثف وحملات توعيه كبيره في مراكز الشباب والانديه والمدارس علشان نتلافى طب ناخد الاتصال الهاتفي دوت. عدنا تاني مع الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الديب. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا استاذ محمد. بالنسبه هل وسائل الاعلام بتفتقد الايام ديت مناقشه هذه الظاهره الموجوده اللي بتصعد يوما بعد يوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال بعض المواقع الاخباريه؟ هل احنا مثلا بنفتقد ان احنا نناقش الظاهره ديت الايام ديت؟ والله انا بس يعني في بدايه الامر مش عايز اقول ان هي ظاهره، يعني كلمه ظاهره دي لازم تكون تنطبق على عدد يتناسب مع كثافه السكان في مصر. الحمد لله شعب عريق وشعب أكيد كبير. أكيد. وفعلا حصلت ظواهر فرديه جدا من او حالات، بلاش نقول ظواهر، حاولوا يكبروها شويه. حاولوا يكبروها لكن مش عايزين نعمل نقول ظاهره. الشعب المصري شعب طيب زي ما الاستاذ رباب قالت، وشعب متدين وشعب قوي وصبور وجسور، ومرت عليه عثرات تاريخيه كتير جدا، وقاسى حالات اقتصاديه كتيره جدا، وحروب ومشاكل وكل حاجة، وكنا مترابطين الحمد لله. لكن ده ما يمنعش ان احنا نحاول نسلط ضوء ايجابي ونشوف ايه المعالجات الاعلامية او الاجتماعية مع المتخصصين سواء في علم النفس او علم الاجتماع او النواحي الاعلامية الجيدة. لان انا اسف ان انا اقول برضو ان من ضمن مسببات انتشار الحالة او من ضمن مسببات الوصول للعنصر بشري في حاله اكتئاب، هو جزء كبير منه يقع على الاعلام المصري فعلا، يعني بسبب بعض معالجاتهم للملفات الاقتصاديه او معالجاتهم للملفات الاجتماعيه او مشاكل الشباب او مشاكل الاسره. ما بننكرش ان احنا بنعاني حاله اقتصاديه ونمر ببرنامج اصلاحي قاسي، لكن معالجاتنا الاعلاميه لازم تكون بتخدم على سياسه الدوله وبتخدم على يعني القرار السيادي في
عمليه الاصلاح الاقتصادي اللي احنا بنعيشها وبنعاني منها النهارده. لكن لما الاقي البرامج الاعلاميه اللي هي مسؤوله عن نشر الوعي والتثقيف والتوعيه المجتمعيه بتساهم في انتشار او زياده الشعور بالاكتئاب والشعور بالعجز او بالظلم او لا قدر الله بالقهر، ده لازم نقف عندها، لان الاعلام ليه رساله. الاعلام مش مجرد يعني تحقيق ترند او الحصول على اعلى مشاهده، الاعلام بيشارك في بناء مجتمعات وتطويرها، والمجتمعات دي تكون موازيه الحدث وموازيه القرار وموازيه التوجهات السياسيه للدوله. ما فيش دوله بتبني نفسها بقراراتها من غير تعاون مع شعبها. أكيد. مفيش دولة هتقدر تطور نفسها من غير ما يكون عندها وعي لشعبها، يعني يتفاهم المرحلة اللي احنا بنمر بيها. صح يا فندم. الأستاذ الكاتب الصحفي محمد الديب، شكرا لمشاركتك معنا. أستاذ ربابة، نستكمل سؤالنا عن دور طبعا بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني والخطط اللي ممكن تحطها مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة. زي ما قلت لحضرتك في بداية اللقاء ان احنا عادة بنختار موضوع وبنعمل فيه ندوة وبنتكلم عليه، لكن الموضوع ده تحديدا ولانه هو مهم جدا في الفترة دي، فاحنا حاطين خطة ان شاء الله يعني عندنا 4 أو 5 ندوات جايين في اماكن مختلفة لتوعية الأسرة المصرية، في الشارع، في مركز الشباب، في النادي، في المدارس. هنكون موجودين معاهم إن شاء الله بعلماء الدين وبالدكاترة علشان نقدر نوصل لهم أهمية متابعة ولادنا وإزاي نتعامل معاهم الفترة دي علشان نتلافى وجود أي حالة بعد شر الانتحار والكلام الغريب علينا كمجتمع، مجتمع يعني في كل يعني احنا عندنا ما شاء الله يعني شباب كتير وابطال كتير وشباب بنلقي الضوء عليهم دايما. يعني انا كان عندي في اخر ندوه شاب جميل جدا جدا جدا، وهو نموذج بقى للاراده والعزيمه من ذوي الاحتياجات الخاصه، ودايما ببقى حريصه يعني ان هم دايما موجودين معانا. والشاب ده هو اسمه استاذ بهاء الجزار، هو شاب من الاسماعيليه، تخيل، من الاسماعيليه، وحريص يجي يحضر الندوات والمؤتمرات ويشارك في العمل العام ويقول انا ما فيش حاجه تنقصني علشان اكون موجود معاكم. على فكره ده تم تكريمه من السيد رئيس الجمهوريه سابقا. فدي رساله لبعض الشباب اللي هو بيبقى بيمر بحاله من الاكتئاب او من الحزن او من الفراغ، ان النهارده يا الاستاذ بهاء بيوصل له رساله ان مفيش حاجه تعوقك، مفيش حاجه تعوقك. انا بيعوقني جسدي ولكن انا عندي فكر فانا موجود. فانا يعني بحييه فرصه كمان، بحييه من خلال البرنامج بتاع حضرتك، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى فيه حملات كتير جدا في كل الاماكن اللي محتاجين فيها ان احنا نعمل فيها توعيه عن الموضوع ده. ان شاء الله ان شاء الله. طب معانا اتصال هاتفي. استاذ احمد علي من سوهاج، اهلا بحضرتك معانا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل سؤالك. ممكن اسال سؤال لو سمحت؟ اتفضل يا استاذ احمد. انا عندي المدام يعني بتعاني من موضوع الاكتئاب، وكان عندها وسواس قهري يعني من فتره. عندها ايه يا فندم؟ بقول لك عندي المدام انا بتعاني من الاكتئاب وسواس قهري. وسواس قهري. فروحنا لاكثر من دكتور، يعني كل ما نروح لدكتور يعني وسواس قهري. اشرح لي مثلا استاذ احمد مثلا يعني هي ايه، يعني بتشوف ايه؟ يعني مثلا ايه الحاله يعني؟ بتشتكي من ايه؟ بتشتكي من ايه يعني؟ بتشتكي يعني بتقول انا مثلا يكون وصف المرض، بتحس انه بتسمع يعني كلام او بتحس انه حد ماشي وراها، او يعني مثلا لو عملت راحت مثلا يعني مثلا تاكد على الحاجه مره واثنين وثلاثه، يعني لو فتحت الحنفيه وريت تقفلها بتروح مره واثنين. طب اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ احمد، هي بتاخد علاج؟ ما حاليا هي حاليا ماشيه على علاج. علاج ايه بقى؟ علاج يعني هو في نوع، ممكن اقول اسم الدواء عادي؟ لان في بعض علاجات بتسبب حاجات، ولا ايه يا دكتور؟ هو طبعا احنا لو بصينا لمشكله، بقول عندها اكتئاب وعندها وسواس قهري، فمهم جدا انها ايه تمشي في سكتين. العلاج يكون علاج تكاملي، ما يبقاش علاج طبي بس، ما يبقاش ادويه بس،
ودي مشكله كبيره النهارده، ان معظم الحالات النفسيه اللي بتلجا للعلاج بتكتفي بالعلاج الطبي. ايوه. ودي للاسف رغم تطور العلاج الطبي على مستوى العالم، لكن يظل العلاج الطبي هو الايه؟ رقم اثنين. تمام. العلاج الاساسي الجلسات النفسيه. ما هو ده برضه علاج نفسي بقى ايه؟ علاج نفسي معرفي سلوكي بمدارس مختلفه يعني. اكيد هو ده برضك هيخليني اسال حضرتك سؤال. تمام. وكان هو قبل ما يتصل كان برضك هسال حضرتك نفس السؤال، ان في بعض علاجات لو انت حضرتك قريت النشره بتاعتهم ليه اعراض جانبيه. ليه اعراض جانبيه؟ بيسبب اكتئابات، بيسبب حالات نفسيه. في بعض علاجات بتوصل المريض ان هو ممكن يشوف هلوسه، زي مثلا استاذ احمد ما بيقول ممكن الحنفيه بتكلمني، مش عارف ايه، الحاجات دي موجوده خاصه بالنسبه للعلاجات اللي هي بتعالج الجلطات والحاجات اللي زي ديت. فان شاء الله انا عايز اقول لحضرتك، هل العلاج او احيانا العلاج العضوي بيأثر على الحاله النفسيه وبتوصلها او بيوصل الحاله للاكتئاب؟ طبعا. احنا لو بصينا احنا لو بصينا بقى ما ده بيجرنا لايه؟ ما هي اسباب الاكتئاب؟ لو هنبص لاسباب الاكتئاب هتلاقي اسباب متنوعه. من ضمن اسباب الاكتئاب العامل الوراثيه، ان يكون في مريض اكتئاب في العيله. الحاجه الثانيه الامراض العضويه بيترتب عليها اكتئاب، يعني لما واحد يتشخص ان عنده ايدز او يتشخص ان عنده اورام لازم يجي له اكتئاب. اكيد. واحد من ضمن العلاجات اللي بيتناول يعني برضو بعض الادويه يترتب عليها اكتئاب، اعراض جانبيه. زي ادويه الارق، أدوية ارتفاع ضغط الدم، أدوية علاج فيروس سي. والأطباء أكثر دراية مني بكده، إن في أدوية يترتب عليها شعور بالاكتئاب. ضعف أو خلل في الهرمونات الجسم، لما يكون مثلا زيادة في هرمونات في هرمون الكورتيزول، أو نقص في هرمونات الذكورة، أو خلل في الغدة الدرقية، أو ضعف في الموصلات العصبية في المخ. أكيد. أو أي خلل عضوي في الدماغ يترتب عليه أعراض اكتئابية. طيب معانا حامد من القاهرة، أستاذ حامد معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. أنا سريعا بس يا أستاذ حامد عشان حلقة البرنامج. حاضر. حاضر حضرتك. معلش يا دكتور حضرتك، أنا على حسب التشخيص اللي شخصوني أكروميجالي، يعني ورم بقاع الغدة المقنعة بالمخ بعد عمل جروث هرمون وبرولاكتين وكات سكان حضرتك. الكلام ده من حوالي 17 سنه. طبعا كانوا اطباء المخ والاعصاب اللي كانوا موجودين كانوا من الاساتذه الكبار حضرتك، وانا كان علاجي عند واحد منهم. فبدا يديني ادويه مخدره شديده الخطوره من الجدول الاول، زي الاستادول والازكالفين والفاليوم والاستسولد والحاجات دي كلها. حضرتك يا دكتور، انا الادويه اللي انا خدتها ومشيت عليها اكتر من 17 سنه عملت لي، جابت لي السكر، جابت لي الكبد، جابت لي لمؤاخذه حضرتك كسر في العمود الفقري وشلت المراره. وبعد 27 سنه اتطلب مني اشعه رنين، عملت اشعه رنين واتضح ان مفيش ورم في قاع الغده المخنيه، ده اللي موجود التهابات على الغده المخنيه، طلع من جسم المرض ولكن ما طلعش من جسم المخدر. بعد ما كنت بيتهيأ لي حاجات دلوقتي بشوف حاجات مش موجوده، الورطه دي انا دخلت فيها غصب عني، ممكن الاقي حد يطلعني منها يا دكتور. هسيب لحضرتك رقم التليفون. طب حضرتك استاذ احمد سيب رقم تليفونك في الكنترول وهنبقى نتصل بيك ان شاء الله. طيب استاذ رباب، لو قلت لك وجهي كلمه للشباب تقول لهم ايه؟ يعني هم حاجتين، الرياضه والعوده بالاهتمام بالقراءه. اعتقد ان هم دول اللي مش هيخلوا عنده وقت يعني لاي حاجه سلبيه. الرياضه هتطلعه دايما، هيبقى عنده، اي شاب عنده طاقه بيمارس رياضه فهو بيفرغ الطاقه ديت. والوقت اللي بيبقى يعني لو عندك وقت بسيط حاول تقرا، يعني القرايه موضوع مهم جدا جدا جدا، واتمنى الشباب كلها تهتم بموضوع القرايه وترجع دور القراءه تاني في المجتمع المصري. دكتور، السمات الديموغرافيه بتاعه الشخص يعني تختلف من شخص لاخر، الذكر غير الانثى، الحي اللي ساكن فيه،
المكان اللي ساكن فيه، ده ممكن يأثر على الحالة النفسية؟ هو الحقيقة نقدر نقول ان الاكتئاب مرتبط اكتر بالمشاكل الاقتصادية ووفاة شخص عزيز وبالصدمات الحياة اللي الشخص بيمر بيها، لكن مش كل حالات الاكتئاب عندها مشاكل، لان زي ما قلنا ان في اكتئاب راجع لاسباب وراثية، في اكتئاب راجع لتفاعل بين عوامل نفسية مع عوامل جسمية، ولذلك ممكن نلاقي اكتئاب رغم ان ظروفه ميسرة. بنلاقي الاكتئاب في الاسر الفقيرة وفي الاسر الثرية، بنلاقي اكتئاب في مع الناس الناجحين والناس الفاشلين، بدليل ان اكبر نسبة انتحار في العالم في دول امريكا متقدمة. بالظبط، يعني سويسرا، يعني امريكا ما فيهاش اكتئاب، فيها اكتئاب، وسويسرا اللي هي بيقولوا عليها يعني اغنى ولا فيها اكتئاب. في كمان حالات بتبقى حالات انتحار جماعية بسبب ان هم مش لاقيين حاجة خلاص يعملوها، عملوا كل حاجه في حياتهم، او وراها بقى ايه يعني معتقدات دينيه يعني من الاديان الوضعيه او الى اخره. فده هو ورا الاكتئاب غالبا اضطراب في التفكير طبعا، ان يبدا الشخص يركز على السلبيات، يركز على الاخطاء، يركز على الناقص، على الحاجات الناقصه اكيد. ولذلك مهم جدا ان احنا ننصح نفسنا وننصح غيرنا دايما تفكر في حلول، دايما تفكر في الايجابيات. وسائل الاعلام اللي هي بتجينا من بره، العاب زي مثلا الحوت الازرق، الحوت الاخضر والاصفر، ده بيسبب اكتئاب؟ دي كارثه. طبعا، ما هو الاكتئاب عزله، والالعاب دي بتاخد الولد ولا بتاخد البنت في دنيا تانية خالص، فبتعزله عن العالم الواقعي اللي احنا عايشين فيه. فطبعا الالعاب دي من ضمن برضو مهام الاسره انها تاخد بالها قوي من الالعاب الجديده اللي بتنزل. والنهارده حتى لو الولد جه قال في لعبه، لا، تبدا تتناقش مع الولد في ان الالعاب دي مؤذيه، الالعاب دي حاجه خطر كبير جدا. فيعني الحقيقه انا شايفه ان برضو دور الاسره في وجود الموبايل، الكارثه الكبيره اللي بقت في بيوتنا، لازم رقابه على الموبايل اللي في ايد ابننا وايد بنتنا. طيب في اخر حلقتنا انا بس كنت عايزه اقول حاجه صغيره عشان بس ما عنديش وقت والله، هم عمالين في الكنترول. اخر حلقتنا بند ان نعرف ان مرض الاكتئاب مثله مثل اي مرض له علاج وله جلسات علاجيه، وطبعا هي مش ازمه ولا حاجه، وان شاء الله ما عندناش اي ازمات. في نهايه الحلقه بنشكر السيد الاستاذ الدكتور ابراهيم شوقي، استاذ علم النفس جامعه القاهره، لحضورك معنا يا فندم. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا. واشكر الاستاذه رباب بالشورى، عضو مجلس امناء مؤسسه كلمه وطن، نورتنا يا فندم النهارده. وحلقه ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله الاسبوع القادم من برنامج شارع العرب، دمتم على خير باذن الله.